لبنان سيستلم من صندوق النقد الدولي بعد يومين مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة، وعلى أن تودع في حساب مصرف لبنان. توقعاتك لصرف هذا المبلغ، وكنت قد سألتك قبل أن ينقطع معك الاتصال عن أزمة المحروقات، إن كان يمكن أن تنتهي بتشكيل هذه الحكومة الآن. يعني للأسف يعني راحت الكهرباء، لهيك راح الإنترنت. فيما يتعلق بموضوع حقوق السحب الخاصة، اليوم مع إعلان يعني وزارة المال بأن لبنان سيستلم في 16 سبتمبر مليار و135 مليون دولار، كنت أقول لك بأن حاكم مصرف لبنان سبق وأعلن بأنه لن يمول فتح أي اعتمادات للبواخر، ومن ثم وبعد التصريح عن استلام لبنان للمليار و135 مليون دولار، قال بأنه سيفتح اعتمادات لهذه البواخر. اليوم الخطة الأبرز، يعني أولا طالما هنالك دعم، طالما أزمة المحروقات ستستمر، لأن معظم هذه الطوابير تستخدم اليوم للتهريب وأيضا للتخزين، ولكن سوق التخزين نشطة في الآونة الأخيرة عن التهريب. لذلك اليوم يلجأ الكل يعني إلى طلب رفع الدعم عن المحروقات، لأن في حال رفع الدعم عن المحروقات صحيح أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار، ولكن أود أن ألفت الانتباه بأن اليوم معظم يعني المؤسسات التجارية والمؤسسات الصناعية وحتى يعني الأناس العاديين يحصلون على المحروقات من السوق السوداء، وسعر صفيحة البنزين في السوق السوداء وحتى أو سعر صفيحة المازوت هو أعلى من في حال تم رفع الدعم. يعني نحن نتكلم اليوم في حال يعني استمر سعر برميل النفط على ما هو عليه، وقياسا على سعر صرف دولار 20 ألف، تبقى سعر الصفيحة أرخص مما يعني مما هو عليه بالسوق. اليوم يعني بدنا نشوف كيف مقرر استخدام هذه الأموال. طبعا يعني هذه الحكومة، لأن وزارة المال يعني والحكومة ومصرف لبنان هم يعني هن اللي عندهم الوصاية على هذه الأموال وطريقة استخدامها. يعني في القبل يعني تم الحديث عن أن هذه الأموال، وخاصة يعني منح هذه الأموال، هي من حقوق المكتسبة للدول الأعضاء في صندوق النقد وغير مشروطة، يعني على عكس الحصول على أي برنامج من صندوق النقد. بالتالي لديهم مطلق الصلاحية بالتصرف بهذه الأموال. في السابق كان هنالك كلام بأن جزء من البطاقة التمويلية سيمول من هذه الأموال، ولكن الخوف اليوم يعني هذه بطبيعة الأحوال الحكومة يعني أتت بالأخير لشراء الوقت وأيضا لتنظيم انتخابات لهذه الطبقة السياسية يعني في المحاصصة. فبالتالي يعني للأسف هذه الأموال ستوظف بشكل مباشر وغير مباشر لشراء الذمم لشراء الذمم، وبالتالي يعني كأنه أجيهم ميزانية أو موازنة ليديروا الانتخابات من خلال هذه الأموال يعني.